تفاعل واسع من قبل السعوديين أفرادا وشركات وجهات حكومية، في مقدمتها وزارة التعليم مع العم عبد الله الذي قدم معنى جديدا لمهنة حارس المدرسة، حيث يقوم كل صباح وظهيرة باحتضان فراشاته من تلميذات الابتدائي، وهن يقطعن الشارع بكل أمان من مركباتهن إلى باب المدرسة والعكس، ولا يهدأ له بال حتى يسلمهن إلى ذويهن حاملا حقائبهن مع تنظيمه للحركة المرورية أمام المدرسة. والله ما عندي فرق بين الأولاد وبين البنات، بس مهما كان البنت يعني عندها حنان شوي وكيك وشجعني على كذا، ومحبتي للأطفال وحسن تعامل نعمة من الله، حسن تعاملي معهم أو اللي حببني فيهم حبوني كثير. أبو عبد الرحمن يعتبر الصغيرات بمثابة بناته ومكملات لأبنائه الخمسة الذكور، أما الطالبات من جهتهن فقابلن هذا الاهتمام بالورود وتقبيل رأسه كل صباح. 500 إلى 800 الآن، 850 طالبة، لازم أكون يعني حريص جدا وصادق، صادق بعملي وصادق بنيتي وخلاص إن شاء الله، وأمانة هذا حطها بين عيوني إنه الله أمني الأمانة هذه وأولياء الأمور. رجل مثل هذا كبير في السن ويقوم بهذا الدور، أنا أقول وش دور الشباب. فيديو قصير صوره أحد المواطنين للعم عبد الله من دون علمه، ما لبث أن انتشر بسرعة بين السعوديين لتنهال عليه الهدايا والهبات من قبل المسؤولين، كما عامة الناس تفاعلا مع مبدرته. هو يجمع جميع الصفات كلها، وأنا لاحظة دائما ويلاحظة جميع الأخوان أنه يعني رجل فعلا متميز. كل مواقف معي ما شاء الله جميلة، يعني أحبها مرة، يعني يساعدني، وإذا بكيت يعني يدخلني المدرسة ويفتح الباب كذا، يعني أدخل ويفتح الباب، ودائما يعني والبنات كلهم يحبونه، وهذا يعني أكيد إني أحبه أبو عبد الرحمن وبس. العم عبد الله محبوب الصغيرات، يعمل لأجل أمانة يحملها باعثا بمبادرته وحرصه على صغيراته، رسالة إلى كل من وضعت بين يديه أمانة ولم يستطع المحافظة عليها. هاني الصفيان، العربية، الرياض.